السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ كده واحدة واحدة نتعرف على الفورم واحدة واحدة وبالتفصيل. الفورم أهم حاجة، لأن إحنا هنعتمد عليها اعتماد كلي في التطبيقات بتاعتنا بإذن الله. واحدة واحدة وبالتفصيل. أول حاجة إحنا هنشتغل في الآب دوت جي إس مش أكتر. طيب أول حاجة خالص هنعمل فورم بسيطة كجي اس اكس عندنا خالص، عادي خالص. ادي الفورم وهعمل انبوت وزرار مش أكتر. انبوت أقول له أنت التايب بتاعك هيساوي تكست ليس إلا، ولما تيجي تقفل الانبوت لازم القفلة دي، محدش ينسى القفلة دي عشان يعتبرها غلط. في ال HTML العادي شغال الكلام ده، لكن في الجي اس اكس لأ، لازم تقفل القفلة دي. حلو أوي، هنعمل زرار بسيط وأقول له مثلا سبميت ولا حاجة، شوف الدنيا عندي، هلاقي الانبوت وجنبيه السبميت. حلو قوي. دلوقتي انا عايز اقول له والله وانا بكتب في الانبوت اي حاجه انا بكتبها اطبع لي او اعمل لي كونسول دوت لوج بالحاجه اللي انت بتكتبها. اعمل كده ازاي؟ قال لي في ايفنت بكتبه في الانبوت اسمه اون تشينج، مع كل تغيير هيعمل ايه؟ هينده فانكشن معينه، وطالما دايناميك داتا يبقى لازم الاكواز دي. هقول له ايه؟ هقول له زيس دوت، زيس دي عايده على الاب نفسه اسم الكومبوننت، دوت ننده فانكشن وليكن هنسميها هاندل تشينج. وهاجي الهاندل تشينج دي هعرفها هنا، طبعا بنعرف كارو فانكشن، يعني اقول له بيساوي الاكواس البارامتر بتاعت الفانكشن، واقول له مثلا ايه الايفنت بتاعنا ثم الارو فانكشن. وليه بنعرف ارو فانكشن؟ عشان لو كتبت جواها كلمه زيس تعود على الكومبوننت نفسها. كلام جميل. هقول له ايه؟ هقول له كونسول دوت لوك، عايز تجيب القيمة اللي انت بتكتبها جوه الانبوت هقول له اي اللي انت بعته ده دوت تارجت دوت فاليو، دوت تارجت دوت فاليو، يعني وانت بتكتب الحاجة اللي انت بتارجتها اللي انت بتكتبها هات الفاليو بتاعتها. ومنتهى البساطة اهو ريلود اهو، واروح للكونسول اي حاجة انت بتكتبها جوه الانبوت بيرن الفانكشن اللي اسمها اون تشينج. بتعمل ايه؟ بتجيب اللي انت بتكتبه تطبعه في الكونسول اهو. اي مثلا هتلاقي إيه؟ مثلا اكتب حمزه مثلا، فهتلاقي مع كل تغيير لما انا شلتها شلت الاي فده اعتبره سبيس فطبعه برضه، كتبت اتش طبعه اتش اي اتش ام اي وهكذا. مع كل تغيير بتكتبه هتلاقي بيطبع لك الايه؟ الداتا بتاعتك في الكونسول. حلو قوي قوي. دلوقتي انا عايز اقول له اطبع لي، وليكن هنعمل ستيت بسيطه، واقول له اطبع لي ايه كمان شويه؟ واقول له ستيت مثلا، واقول له النيم بتاعك وليكن مجرد مثلا فاضي، خلي النيم فاضي. حلو؟ مع كل تغيير بقى واطبع لي النيم ده هنا، ومع كل تغيير عايزه يتبع. يعني ايه بقى؟ يعني تعالى نطبع النيم هنا كده بره الفورم خالص، اقول له زيس دوت ستيت دوت نيم، فهيطبعه فاضي. انا عايز اقول له مع كل تشينج يغير لي الستيت ده، يعني انت اللي انت بتكتبه هنا كده اللي انت بتكتبه هنا يطبع له لك هنا كده. هعمل كده ازاي؟ بمنتهى البساطه، قال لي في هنا حاجه اسمها في الانبوت فاليو، هقول له دي بتساوي او مش محتاج بقى، هقول له ايه؟ هقول له في الهاندل تشينج دي عايز اعمل ابديت للنيم ده. هعمل ابديت ازاي؟ باستخدام الفانكشن اسمها بالظبط كده اللي هي سيت ستيت. فاقول له زيس عايد عمين على الاب دوت سيت ستيت، الحاجه اللي اسمها ايه بقى؟ النيم. هتعمل له ابديت بايه؟ بالاي دوت تارجت دوت فاليو بالظبط كده، اي دوت تارجت دوت فاليو دي الحاجه اللي بتظهر في الانبوت، هو يعمل لك ابديت على طول بيها بالنيم ويطبعها لك هنا زيس دوت ستيت دوت نيم اهو. هنعمل ريلود اهو، اكتب مثلا حمزه فتلاقي شغال معاك عادي جدا، حمزه نبيل فيطبع لك عادي جدا. مع كل تغيير بيعمل ابديت للستيت وبيطبعها عندك هنا بما اننا طبعنا تحت هنا عادي جدا. طب انا عايز اقول له والله لما يعمل بقى سبميت للفورم دي يعمل لي كونسول لاي حاجه. قال لي في ايفنت جديد للايه؟ للاكشن ده اسمه اون سبميت. قال لي بيفضل تكتبه للفورم نفسها، يفضل اكتبه للفورم، ليه ما اكتبوش للبوتون؟ قال لي عشان بيهندل حته الانتر، لو انت كتبته للبوتون فهتدوس على البوتون بس كليك، لكن الانتر مش هتشتغل. فقال لي بقى اكتب الاون سبميت للفورم عشان يهندل الانتر ويهندل الكليك برده على البوتون. اهو هقول له اون سبميت برضو ينادي على فانكشن وليكن هنسميها دوت مثلا زيس دوت مثلا هاندل كليك او هاندل سبميت. كلمه هاندل تشينج هاندل سبميت ده الشائع يعني لما تيجي تسمي اسماء الفانكشن. ادي سبميت، حلو جدا. واروح هاندل السبميت اهو، اقول له هاندل سبميت
وليكن مجرد برضو arrow function e، وادي كده. قال لي خلي بالك حتة الكليك او السبميت في الفورم بتعمل ريفرش للايه للصفحة كلها، فانا عايز امنع كده. فبتقول له جاي زي الجيكولي بالظبط، e dot prevent default، e دي عايدة على الحاجة اللي انت هتدوس عليها اللي هو الفورم يعني السبميت بتاعتك. حلو قوي. فبقول له لا وقف الايه الاكشن الديفولت بتاعي اللي هو ريفرش للصفحة، لا ما تعملوش. بعد كده اعمل ايه، اعمل كونسول دوت لوج مثلا لاي حاجة مثلا، وليكن خلينا نطبع برضو الزيس دوت ستيت دوت نيم، هسيف اهو وهعمل هنا تمام. هكتب مثلا حمزه فبيعمل ابديت لهنا، واول لما ادوس على سبميت فطبع لي حمزه هنا. يا اما تدوس على سبميت يا اما تدوس انتر. تعال نشيل دي ونكتب مثلا احمد ودوس انتر اهو، نفس الكلام بالظبط. اما لو انت خدت حته اون هنا كده خليت بدل ما اون سبميت اون كليك هنا هيتنفذ عادي، بس انتر دي مش هتشتغل معاك. عشان كده بقول له ايفنت اون سبميت على الفورم نفسها عشان يشغل انتر ويشغل برضو الكليك. تمام جدا جدا. ملخص الدرس عملنا ايه؟ عرفنا ازاي بنعمل فورم، عملنا انبوت بسيط، وقلنا مع اي تغيير للانبوت ده اي كتابه فيه فاسمه الايفنت اسمه التشينج، هيشغل فانكشن اسمها هاندل تشينج. بتعمل ايه دي؟ بتروح تعمل عاملين ستيت عادي اهو، بتروح تعمل التشينج ده. اول حاجه بقول له اي، يعني بعمل ابديت للستيت باستخدام سيت ستيت، واقول له هات النيم ده اللي مكتوب جواه خليه اي دوت تارجت دوت فاليو، يعني الحاجه اللي هتكتبها اعمل لها ابديت بيه. حلو جدا. وبعد كده بقول له لو دوست على الزرار، عملت سبميت دوست على الزرار هيعمل ايه؟ اقول له بمنتهى البساطه ينده على فانكشن اسمها هاندل سبميت. بتعمل ايه؟ بتوقف التاثير بتاع الاكشن بتاع الفورم العادي اللي هو ما يعملش ريفرش، ثم بعد كده بتطبع كونسول لوج از ذس دوت ستيت دوت نيم الابديت بتاع النيم اللي بيتكتب هنا. حلو جدا. وهنا بنادي طبعا على الزيز دوت ستيت دوت نيم عشان اي تغيير بتكتبه هنا هتلاقيه بيتبع معاك تحت هنا عادي جدا. اتمنى يا رب يكون الفورم واضحه، دي بدايه بسيطه، ان شاء الله لسه نتعمق كمان شويه في الفيديوهات الجايه باذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.